إذن ينضم معنا من جديد من الدوحة دكتور أحمد كسر الأكاديمي العراقي. مرحبا بك دكتور أحمد. أهلا أهلا وسهلا، حياك الله. إذن مفوضية الانتخابات تطعن في قرار مجلس النواب باعتماد العدوى الفرزي اليدوي، كيف تقرأ هذا الصراع وما احتمالات أن تقبل المحكمة قرار الطعن؟ الحقيقة هذه الانتخابات التي بدأت بمشاكل وتنتهي أيضا بمشاكل لا يرتجى منها خير للعراق والعراقيين. هذه الانتخابات التي عزف عنها أكثر العراقيين في الداخل والخارج هي اليوم لعبة جديدة على هذا البلد، فبالتالي نسمع هذه الصراعات التي وصلت إلى حد يعني التهديد بالحرب الأهلية بسبب أصوات معينة. فبالتالي المفوضية وهؤلاء المشاركون والمعترضون والفائزون والخاسرون كلهم شركاء في هذه العملية السياسية البائسة التي هي مجرد صراع حقيقة إيراني أمريكي على سياسة العراق. مجلس المفوضين ذكر أنه أدى واجبه بصورة مهنية وشفافة، ما مدى صدقية هذه التصريحات وكيف يمكن لمفوضية انتخابات أن تكون بالأساس تابعة للمحاصصة في أثناء تشكيلها؟ نعم، على افتراض أنه أدى واجبه كما ينبغي، هم اليوم أيضا مهددون هؤلاء الموظفون بالمفوضية بمنعهم من السفر وتهديدهم فيما بعد النتائج. فهؤلاء بغض النظر عن وظائفهم ووظيفتهم الحساسة، فإن الجدل الواسع يعني حول يعني مصيرهم أو تهديدهم بالقوة على نتائج معينة وارد جدا، وحتى القضاء لا يعني يكون بجانبهم. فبالتالي هذه المفوضية سواء أدت عملها أو لم تؤدي عملها فإن النتائج هي خارج إرادتها، إما بالقوة وإما بالتهديدات أو غيرها. طيب، طعن الحكومة ومن بعدها مجلس النواب بنزاهة الانتخابات وحدوث عمليات تزوير فيها، إلى أي مدى يضع هذه العملية السياسية برمتها على المحك؟ طبعا يعني المتوقع مثلا إذا أعيدت النتائج ولم يرضوا به ممكن إعادة الانتخابات، ممكن قائل هذا أو تكون يعني حكومة مؤقتة لحين يعني مرحلة أخرى سياسية أخرى. فبالتالي البرلمان أيضا هو شريك في هذه اللعبة، من حيث يعني كما تعلم يعني اختارت بعض الأعضاء وخروجهم من الدورة القادمة. فبالتالي لا نعول على البرلمان ولا نعول على الفائزين ولا على الخاسرين ولا فوضية، لأنها كلها كما قلت لعبة سياسية أرادوا البلد يعني عن احتياجاته الأولية. الآن التحالف العامري وتيار صدري رفضا قرار البرلمان والحكومة، إلى أي مدى تتوقع وصول الأوضاع في العراق إلى موجات من العنف، لا سيما أن هذه التحالفات تمتلك ميليشيات؟ طبعا الميليشيات ستكون يعني مشرعنة يعني سياسيا بهذه الانتخابات. التحالفات واضحة يعني القوائم واضحة من يمثلها ومن يقف وراءها ومن دعمها. فبالتالي هذه الصراعات لا أجدها صراعات أسماء، وإنما صراعات دول عظمى على هذا البلد. العاملي اسم والعبادي اسم والتيار صدري اسم، لكن من وراءهم؟ الدول الذي من تريد هذه الدول أن يكون أو أن يفوز أو أن يدخل برلمان بالقوة؟ إذن نتيجة لهذه الانتخابات التي وصمت بالتزوير، هل يمكن أن تلقى شرعية دولية أو حتى قبولا في الداخل؟ تلقى لأن أمريكا وإيران تريد أن تستمر هذه العملية السياسية كما هي أو كما ولدت ميتة، لكي لا تفشل سياسيا كما فشلت عسكريا. فبالتالي نجد أن الوضع ممكن يصير إلى انتخابات إلى نتائج جديدة، ولكن هذه المهزلة السياسية يعني لا تمر على العراق ولا العراقيين بهذه السهولة. شكرا جزيلا لك هاتفيا من الدوحة دكتور أحمد كسار أكاديمي العراقي.